أحسن الله إليكم ياسين آدم من السودان من أسئلته، يقول: قرأت في السيرة عن صلاة الفتح في غزوة فتح مكة، فما هي هذه الصلاة وما حكمها وما كيفيتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة صلى في بيت أم هاني 8 ركعات الضحى. بعض العلماء يقول هذه صلاة الفتح، وبعضهم يقول هذه صلاة الضحى، وجاء في الرواية أنها سبحة الضحى. الصحيح أنها صلاة الضحى، وأنه ليس للفتح صلاة، وإنما هذه صلاة الضحى. نعم.